طبعا شفنا التقرير هذا والميزوثيرابي دكتور عدل. الميزوثيرابي هذه كلمه خايف انا غزني الدكتور اليوناني او مصطلح يوناني من الميزو يعني الجلد علاج زين. فهي عباره ميزو عباره عن حقن في الجلد بس اي صح ايوه وعوار دكتور الحين هذه مثلا الدهون بعد اذابتها راح ترجع مره ثانيه ولا الدواء نفسه حتى راح يعطل صدقك يدفع ما ادري كم دينار على الابره وبعدين يرجع الدهن ما يعطيك جارنتي على حسب الدهن والله على حسب الشخص يعني اذا الشخص بيطيح له بالحلو بيطيح له اكل وبيخربط مثل ما نقول بالكويت لا طبنا ولا غدش هذا هو يعني ايه شغله متكامله ايه شغله صح احنا نذوب الدهون نطرد الدهون من الخلايا الدهنيه والمريض يحصل على نتيجه وفعلا نتيجه فوريه يعني خلال اسبوع اسبوعين ينقص وممكن هذه تتكرر اسبوعين ينقص ايش كثر دكتور حسب تختلف من شخص لاخر والكميه اللي احنا قاعد نعطيها زين دكتور انت ما تتوقع الابر هذه مؤلمه جدا يعني انا احس كنا انت قلت غير مؤلمه بس هل هي مؤلمه لا في الحقيقه غير مؤلمه يعني لان الابره جدا صغيره يعني قصدك الباترفلاي هذه مالت الاطفال هو اصغر انا للحين يخاف من الابر بس دكتور معانا فايزه افتكر عندها تعليق او سؤال تفضلي يا فايزه الو السلام عليكم عليكم السلام هلا حبيت اسلم عليكم يا هلا مرحبا انا ضد عمليات التجميل لان الله سبحانه وتعالى خلقنا بالصوره هذه وحرام الواحد يغير خلقه ربه الا اذا كان واحد مسوي حادث لا سمح الله او تشوه كبير يخليه حتى ما يقدر يطلع برا ولا يشوف احد من نعم. كثير من الناس يسوون عمليات تجميل بس تلاحظ انه بالعكس اشكالهم قبل احسن ممتاز يا فايزه واحس الحين اشكالهم متشابهه حتى البنات او تلاحظ ايش كذا يعني ادري هذا قلناها خطابة الحين خطابة الحين صوره واحده اول خطابه البوم فيه 100 صوره الحين صوره واحده أيوة. هذه ترى في منها 10 ايوه الرجال بعدين مستشفى طيب حلوه النقطه اللي مكرر 10 فايزه حلوه النقطه اللي ذكرتيها نسال فيها الدكتور ناحيه الدينيه او الشرعيه والرجال مو شكله خلينا نجي بعد عشان الرجال جيل الرجال بشخصيته وهيبته انه يعني اذا كان حلو بال كثير يعني وإذا كان ماله شخصية ما ينفع الجمالة صح ولا لا صحيح شكرا يا فايزة يلا مع السلامة شكرا دكتور طرحت فايزة يعني إن الشرع إن إذا أنت مثلا لا هي يعني ما في مشاكل صحية بسبب هذا فشنو ردك يعني أكيد يونك ناس يسألونك الدين والشرع شلون طبعا الشرع لأهل الشرع ولكن يعني صراحة كل اللي قاعد يجون في لسبب اوكي يعني وطلباتهم معقولة يعني ما يجيني صراحة حد يقول لي مثلا ابي خشمي مثلا نفس خشم مايكل جاكسون او ابي اسوي مثلا اكبر شفايفي شغلة معينة او اني ابي اسوي على لا كلهم طلباتهم معقولة واقعية والشخص اللي يطلب شغلات غير واقعية يعني مثلا ان يكون انفه طبيعي وحلو وجميل هالرجال دكتور هم اللي يطلبون شيء طبيعي يعني انا اتوقع ان الرجال هم اللي يمكن قول يعني صدق دكتور قول النساء قول اللي بتحط فص هني قول تجوري ولا ضرس هذا حاطانه هني الماسه واللي واللي تبي تتفق هاي دكتور اسنان مو دكتور تجميل دكتور اسنان يعني اي يعني كلهم انا اقصد كله التجميل يعني حتى الشفايف والنفخ الوي والخشم يعني صغير يعني حلو عموما صار عندنا مكالمه حاليا الو هلا ابو وليد عشان اسمه خالد هلا خالد مساء الخير سمي هلا سمي هلا ابو نبيل مساء الخير جميعا هلا حبيبي هلا والله معك كلهم انا بصراحة يعني معارض يعني كبير حق عمليات التجميل للرجل بالذات لكن عقب ما شفت الحالة اللي انعرضت قبل شوي بالعكس اشد على يد الدكتور الله يعطيك العافية وجزاك الله خير على ميزان اعمالك دكتور بس في شغله يعني احنا يمكن الاخت فايزه قبل شوي قالت الواعظ الديني او اخو بسام قال الواعظ الديني لازم يصير الواعظ الديني لانه يقول لك اعتقد في حديث او ايه تقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال فاعتقد هذه يا دكتور لازم تكون عندك انت يعني انت بالعكس انسان يعني منا وفينا ونتمنى لك كل الخير وعملياتك اللي تسويها كلها ان شاء الله موفقه وناجحه الشغله الثانيه انا ودي اطلب طلب من الاخ خالد امين اليوم يمكن كان حاضر في فيلم كويتي عرض عن قصه الخيانه الزوجيه
اتمنى ان الموضوع هذا او الفيلم هذا تكون حلقه عن الموضوع هذا اخوي خالد. ما حد مسوي لنا مشاكل الا هالولد. حيكون في عن خيانه الزوج. هو في حلقه صح. تسلم السمي. تسلم ابو نبيل. صرت على عين راسي. كل خالد اسمه ابو نبيل. خالد في النقطه التركيز اللي ذكرها ان لما شاف يعني باختصار في اذى نفسي احيانا هو اللي يخلي الواحد يسوي عمليه تجميل. نعم. يعني قد ما يكون اذى صحي قد يكون اذى نفسي وبالتالي يهمني المبرر. صحيح يعني انا ما في الحقيقه حتى الان لا ما اعرف شنو المشكله ان مثلا خلينا نقول حتى لو جاء شخص مثلا اسباب بسيطه خلينا نقول تجاعيد مثلا في الوجه شنو المشكله وين المشكله؟ لا ارى مشكله ولا اعتقد ان الشرع يعني يرفض هذا الشيء لان هناك في الحقيقه في فتاوى اخرى تجيز مثلا عمليات التجميل وهذا يعني راح اترك الشغل الشرعي لاهل الشرع. مثلا انا قلت بس قبل شوي الشخص مثلا اقتبل 20 من عمره وفقد شعره اذا هو مو متاثر نفسيا ما في مشكله ولكن خلينا نقول انه متاثر نفسيا وده يكون مثل غيره وهناك عمليات تجميل امنه يستطيع ان يقوم فيها وترجع مثلا الى الزرع الى الى مثلا الزرع. دكتور انا من نفسيتي انا وفيصل يعني تعبنا وبعدين قمنا نشبه بعض الحين يعني صلعتي نفس صلعته مشكله والحواجب نفس الشيء والحواجب نفس الشيء لا بس قال انا قال لي دكتور قال لي دكتور طول حواجبك وقدم لورا حاضر بس مع الجماعة ناخذ الفاصل ونرجع نكمل مع ضيفنا. انا ما عملتش حاجه في حياتي قلت انا وانتي طيبه يا نهار اسود ويا ريت كان بفايده الله ما سخلان عيت الامار خالد النبوي منى زكي احمد حلمي عمر 2000 الخميس 9:30 مساء بتوقيت الكويت على الراي جئنا به على طبق من فضة خمسة خمسة 2005 بداية لوحدها غير عادية أنا عارفة تقول على إيه فجاءت اعترافاته من ذهب أنا كل اللي طلع عليا ما كانتش إشهاد الحقيقة طلع عليا بجد في الحقيقة نسيب أحلامك الفنية وندخل على أحلامك الشخصية أحلامي الشخصية حماد هلال في نغم غدا 9:30 مساء بتوقيت الكويت على الراي بعد قليل على الراي جاسم النبهان يبيع الوهم ليشتري به الحلم بعودة ابنة ضائعة في رجال يبيعون الوهم نعود لكم من جديد وطبعا ضيفنا دكتور افتكر في نقطتين مهمين تبي تذكرهم واحده تتعلق بالانف وواحده تتعلق بالدكتور وحاجه المريض والعلاج نعم انا راح اعطي مثال الانف يعني ممكن شخص دكتور ممكن تعطي مثال علي لان خشمي عوي عشان لا يقول مسوي عمليات تجميل وايد تفضل انزين نتكلم عنك الحين كيفك عن لا عن الانف زين ما ادري انت تعاني نفس المشكله ولا لا انا مثلاً والله خشمي عوي اوكي نعم. في ناس عندهم مشكله في الانف مثلا انه يكون الانف عوي انزين او الانف مثلا في الهامب اللي هي طمره فيه يقول لك الناس قاعد يتكلمني وبس قاعدين يطالعون بخشمي يعني طول الوقت هم قاعد يطالعون بخشمي هذا مثلا نفسيا بس انت ممكن ايضا متاثر من ناحيه التنفس يعني الانف التنفس ذابحني في انحراف والله واغوص يعني بس الاكسجين يطلع من هني طيب يعني صحيا وهو الحين يعني تجميليا وصحيا طيب. هذا بالنسبة له مدى حاجة المريض مدى حاجة الحين المريض خلينا نقول جاء شخص ويقول لك أبي خشمي نفس مايكل جاكسون أو عنده مشكلة الطبيب إذا ما لقى هذه المشكلة ولا لقى عنده القدرة يحسن من الشيء ما راح يجيسه المفروض كذي المفروض والله دكتور بيني وبينك في دكاتره يعني الاغلبيه جزارين يعني والله الاغلبيه والله مساكين يروحون حريمنا لبنان يعني بعض الدكاتره مو